الجزء الثاني من الحلقة السادسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمس كنا بنتكلم عن مانع من موانع البيع وهو أذية المسلمين. طب هنكمل الجزء ده ونقول واحد باع على بيع أخيه، واحد عمل بيع مسراء أو تلقي الجلب، إيه الحل؟ لو بيع مسراء النبي صلى الله عليه وسلم اداله فرصة 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء أردها وردها معها صاع من تمر. طب ليه التمر؟ لأن احنا مش عارفين كمية اللبن اللي خدها دي قد إيه، فاللبن اللي خده ده كان لبن صاحب الناقة أو صاحب البقرة مرضاش يحلبها يومين، فيحصل نزاع. فإذا ورد نزاع ولا يستطيع أحد من الشرع حسمه فالشرع بيحسمه، فالشرع حط صاع من تمر. زي بالضبط الدية، لو سيبنا كل واحد فقير وغني يحدد ديته الناس هيختلفوا، وكل واحد عنده ابنه أغلى حاجة في الدنيا. فالشرع حدد الدية لكل الفقير والغني والأسود والأبيض 100 ناقة. فإذا جاءت أمور لا يمكن ضبطها ضبطها الشرع. كده خلصنا المانع الرابع. نتكلم عن المانع الخامس اللي هي في المعاملة إعانة على الشرك والبدع. إيه الدليل على حرمة المعاملات المالية التي تعين على نشر الشرك والبدع؟ قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. طب إيه الصور الحديثة في نشر البدع والشركيات؟ أول حاجة تصنيع تورتة عيد الميلاد، دي بدعة. طب أنا في محل أعمل إيه؟ اكتب يافطة ولافتة تقول فيها نحن لا نعمل تورتة عيد الميلاد وغيرها من المسابات البدعية. وبعد كده اللي هيخش هيطلب التورتة مش هيقول لك هو عاوزها ليه. لو قال لك العيد ميلاد يبقى حرام تبيع له. يحرم العمل في إنشاء الكنيسة التي يعبد فيها غير الله ولو في بلاد الكفر. فبناء الكنائس في البلاد اللي أنشأها المسلمين حرام حرام، وبناء الكنائس في البلاد اللي اتخذت المسلمين بصلح يبقى تجدد الكنائس ولا يبنى كنائس جديدة. أو حسب الاتفاق، ممكن واحنا بنتفق لناهم حق ان هم يبنوها فيبنوها، هم اللي يبنوها وليس نحن. أخذ أجر على معرفة حظك اليوم والتنبؤ بالأحداث. والذين يعرفون السارق بالجن فيحرم تصديقهم وإلا لا تقبل صلاته 40 يوم. طيب يحرم. طيب الناس اللي بتخاوي الجن دي، الناس واحد بيقول لك أنا بخاوي جن مسلم، نقول له إيش عرفك إن الجن اللي أنت بخاوي مسلم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجن وقال صدقك وهو كذب. الرد التاني: لو كان استخدام الجن جائز فيجوز للكافر والمسلم. تستخدم جن كافر جن مسلم مش فارقة بقى، زي الطبيب المسلم والطبيب الكافر. تالت حاجة: انت عرافه والشرع قال من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. طب لو رد وقال ده شيخ الإسلام ابن تيمية أباح الاستعانة بالجن، نرد نقوله لا، شيخ الإسلام أباح إذا ساعد الجن بدون طلب أعانة منه. يعني هو إحنا ما طلبناش منه، هو اللي جاء وساعدنا. فالشيخ سلام التأمية قال ما ننكرش عليه وخلاص، ده هو اللي أعان. لكن شيخ سلام التأمية نص على أن المستعين بالجن طاغوت، وشيخ الإسلام شمل الرمال والكاهن، فلا يجوز إن إحنا ندفع فلوس لواحد مخاوي جن عشان يجي يخلصنا الحال. كلام ده عراف وكهان ولا تقبل صلاته 40 يوم. يحرم بيع الصليب والأصنام إلا بعد الكسر، ويحرم بيع التصاوير ذوات الأرواح لأنها تمنع الملائكة. فعن سعيد بن أبي الحسن جاء رجل إلى ابن عباس قال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له إدن مني فدنا منه، فقال إدن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار
يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. فقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيها تماثيل أو تصوير. أما لعب الأطفال فدي تجوز، لأن السيدة عائشة كان لها فرس له جناحين، وليس بس بشرط أن اللعب دي لا تستخدم في الزينة، ما نجيبش دباديب نزوق بيها، دي لعب ممتهنة بتلقى في أماكن لعبة الأطفال، والأطفال بيشيلوها ويبهدلوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لعب الأطفال وأباح، وما فيش دليل على حرمة التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي ده تثبيت ظل، لا يوجد دليل على حرمته. هنتكلم عن النحت وبنتكلم على تصوير الإيدين. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن الفلوس اللي بيديها للمخويين جن، شيوخ المخاوية جن. طيب، ما حكم مقاطعة المنتجات اليهودية، علما بأن بعض الناس بدأ يعلق لافتات في المساجد من أجل هذا؟ لازم نعرف أن ما فيش حاجة اسمها منتجات يهودية، دي شركات عالمية زي بيبسي كولا ناجحة، لها علامة تجارية، بتجيب وكيل مصري تديله العلامة دي وتديله المادة الفعالة، وهو بيجيب عمالة مصرية وشر على أرض مصرية ويصنع، ويصنع زي شركة بيبسي كولا، وبتاخد هي نسبة من الأرباح 5% 7%. فمعنى انك تبوظ وتهد شركة بيبسي كولا مثلا، يبقى انت هديت 95% من مكاسب المصريين عشان تخسر الامريكي 5% من مكاسبه. ده يا اخوانا المانع بتاع الشرك والبدع. احنا ان شاء الله هنبدأ بقى في المانع الحلقة السابعة غدا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.